يبدو أننا نخبز كعكة. هذا رائع، الكعكة مسلية. تناول الكعكة مسل، لكن خبز الكعكة ممل بشكل كبير. برأيي أن تسبب ببعض المشاكل. إن لم يكن بسببك أنت لكنا ما زلنا نصطاد. لم أكن أنا السبب. اسكت يا فتى العجين. شكرا. كتاب الطهو. أوه أجل. زبدة. أوه هاكودايل، هل تكون لطيفاً وتعطيني بيضة؟ تلقيتك برنسس. أرأيت أن نتخلص من كل الحماسة لا يعني أبداً أن نتخلص من المرح. يبدو أن كعكتي لا تنضج، ربما مصلول العش سيفي بالغرض. مهلاً، لا أمصال غريبة، الأمصال الغريبة تؤدي دائماً إلى أمور غريبة. لا بأس ريك، لم يحصل شيء غريب. مذهلة دكتورة، فعلتها مجدداً. واو، كيك فوكس. أوه رائع، أستطيع تجربته؟ لا 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 لا، هذا المصلول يكفي، لا أريد. نحن رائعون. كيك بابي كورن، تبدو شهياً جداً وأنت أيضاً. ليس مجدداً. الكعكة هي الشكل الحقيقي، سنحولهم جميعاً، جميعاً إلى كعكات. لا، لا نريد ذلك، نحن رائعون كما نحن. لا، رجاءً، توقفوا. عراق الكعك. تقبل الفوضى. تم ترميم الملل. أستمر بالقول لكم، نحتاج إلى حماسة أقل. ممتاز، الجولف سيكون أقل حماسة.